السادسة مساء الساعة الآن في استديوهاتنا في إذاعة المملكة العربية السعودية من الرياض. أهلا بكم مستمعينا في نشرة الأخبار، نبدأها بالعناوين. خادم الحرمين الشريفين يتلقى رسالة خطية من رئيس جمهورية غينيا الاستوائية. الصحة تنفي رصد إصابات بالفطر الأسود في المملكة وتعلن منح أكثر من 12 مليون جرعة منذ بدء التطعيم. قمة العشرين الصحية تبحث تحديد توجهات العالم لمواجهة فيروس كورونا. مستوطنون